ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. هاقد عدنا لكم من جديد. المعلومه زهقتني والله العظيم. مش انا ما عملتش حاجه في الفتره دي اساسا عشان اقول يعني مش فاهمه في ايه. بصوا يا جماعه قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك لو كنتوا مش مشتركين وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والنهارده جايين في فيديو احنا الاثنين الصراحه رايحه فيديو جامد. نفسنا رايحه للحاجه الحلوه فتلككنا. انا طول فتره الحمل ما كانتش نفسي في اي حاجه حلوه. شيل لنا بس التليفون من الكادر. الله يبارك لك. ليه مش عايزه تليفون يظهر في الكادر ولا لا؟ مش عايزين حاجه تظهر في الكادر. المهم يا جماعه دلوقتي احنا عايزين ناكل حاجه حلوه فقررنا ان احنا نجرب لكم حاجه حلوه. لا هي لبنى شكلها بلا هدف. لبنى من كام يوم كانت شكلها نفسها رايحه لحاجه حلوه فبعتت لي قالت لي احلام ايه رايك في الاختراع الجامد ده نجربه. انا ماشي لبنى نجربه. مع اني في نفس اليوم كنت جايبه ثلاث حاجات حلوه اكلتهم كلهم لوحدي. فرحت النهارده يا جماعه جبت الحاجه الحلوه. المهم يلا بينا نبتدي من غير رغي كتير. طبعا يا جماعه النهارده هنجرب اختراع جديد اسمه اشطوطه. اسمه اشطوطه. الاشطوطه ولا اشطوطه؟ ما هي الاشطوطه حتى لو هي الف لما تبقى اشطوطه. الاشطوطه. طيب ماشي يا جماعه اسمها اشطوطه او الاشطوطه اللي يعجبكم. اللي انتوا شايفينه يا جماعه. المهم الاشطوطه دي عاملها بلبن. ان شاء الله لو عجبكم الفيديو وعجبتكم التجربه نجرب لكم المنيو كامل. وصلنا الفيديو ده لعدد لايكات كبير قوي ولو عايزين نجرب المنيو كامل من بلبن نجربه ونقول لكم ايه بقى اللي يستاهل ثمنه وايه اللي ما يستاهلش وكده وايه اللي يستاهل انت تجربيه. يا بقى ازرق على الجبدة كده يعني. بس المهم انا يا دوبك الواحده على قد ما هندوق. بصوا يا جماعه انا بحب اشرح بس معلش سامحوني بس هي الاشطوطه عندهم 10 انواع. 10 انواع اشطوطه. 5 منهم بالرز و5 منهم بالساده. فانا اتصلت بيهم امبارح عشان يجيبوهم تيك اواي ما كانش موجود اساسا. النهارده رحت الفرع كان فيه اللي هم 6 تقريبا 6 اصناف بس. فانا كان نفسي اجرب لكم ال 10 انا ولبنى بصراحه بس هم 6 بس اللي موجودين. حلوين مش مشكله معلش يلا. نبقى نجيبه لكم لو لقيناهم مع باقي المنيو ان شاء الله لو الفيديو عجبكم. هنعرف ازاي الفيديو عجبكم من عدد اللايكات والكومنتات. طبعا معاهم معالق مفيش مناديل طبعا مش عارفه ليه مع ان بلبن ولا ما بيديش. لا ما بيديش مناديل. جماعه فتحنا اول واحده اهي دي باللوتس تقريبا صح؟ يا لهوي مش عايزه اصوت يا ناس. بصوا المنظر بصوا الحلاوه جماعه. بالمناسبه احنا عمرنا ما جربنا اي حاجه من بلبن غير مره واحده اكلنا رز بلبن بالمكسرات وكنا بنصوره في فيديو معاكم بالمكسرات. بس كده ما جربناش اي حاجه تانية من عنده. فلو حبيتوا ان احنا نعمل معاكم منيو كامل هيبقى برده التجربه دي جديده بالنسبه لنا لان احنا ما جربناش حاجه تانية من عنده. تعالوا اوريكم شكلها من فوق عامل ازاي. شكلها جامد جامد. اشطوطه باللوتس دي تقريبا عامله 40 جنيه. هي دي الحاجه الوحيده اللي النهارده معانا ب 40 جنيه. لا لو فيها رز بلبن يبقى 45. بصوا يا جماعه الحلاوه. بصوا القمر دي يا جماعه كيكه التريليتشي او كيكه الحليب اهي. فيها ايه؟ احط دب المعلقه دب يلا. فيها ده رز بلبن الارضيه ودي الكيك نفسها كيكه اللي بقى طلعها كده لفوق. ايوه بصوا هيك طبقه كيكه وعليها طبقه كريم شانتي واللوتس مغرقه في اللبن بقى. واللوتس ريحه اللوتس حقيقي على فكره يعني انا شم ريحه اللوتس مش عارفه بس حقيقي. اكاد اجزم ان مفيش مكان بيعمل بلوتس حقيقي. بس يلا يا جماعه بينا ندوق. بسم الله. اكتر حاجه متحمسه في عمري ادوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ريحتها جامده الصراحه. ريحتها حلوه قوي يا جماعه. قولوا لنا التصوير كده حلو ولا لا عشان لو مش حلو احنا دي اول مره نجرب التصوير كده فيها. فلو مش حلو قولوا لي عشان نغيره يعني. يلا بسم الله. انا خدت كل حاجه رز وكيك انا بموت. بسم الله بموت وخفيفه. حلم كنت قلتي لي وانت هناك احلام نجيب حاجات كتيره ده منك لله. جامده جدا يا جماعه معلش. بس جوت اللوتس حلو مش اللوتس الحقيقي بس اللوتس نوع نضيف يعني جامده 10 من 10 حلوه قوي. والرز اللي تحت برده جميل قوي كتحليه يعني. انا كنت جايبها من مكان عادي من كام يوم. كنافه بلوتس كنافه عاديه بلوتس ب 40 جنيه مش حلوه اصلا اساسا. لا جامده 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 تحفه 10 من 10 وحجمها حلو ب 40 جنيه حلوه استهل. يعني كانوا حلو تجربوه كده بره البيت حلو عشان احنا مش هنعرف نعمله في البيت. ان شاء الله يا جماعه اعمل لكم فيديو كده التريليتش دي تستاهل يا جماعه. واللبن اللي في الكيكه كمان حلو قوي يعني انت تاكل الكيك بينزل لبن كده بقى
هعملها احلام وابقى اجيبها لك. كام من 10 يا لبنى؟ 10 من 10 طبعا. 10 من 10 يا جماعه. اللوتس الصراحه عجبتني قوي، حلوه قوي، جميله جدا. اللي بعده رز بلبن بالمكسرات. شوطه الرز بلبن بالمكسرات دي يا جماعه ب 45 جنيه، بتيجي كده ومعاها كيس المكسرات. الصراحه كيس المكسرات بتاعهم يحترم يعني، بيبقى فيه مكسرات كتير وهم بيحسبوه تقريبا ب 10 جنيه لوحده على فكره، من غير ما تشوفوها من فوق هي باينه اهي. والرز بلبن كميته والله كبيره، كميته الارضيه كبيره يعني طبق رز بلبن من ابو 30 جنيه لوحده. بالظبط. صح. بصوا يا جماعه كميه الرز بلبن زي ما لبنى بتقول لكم كده، ان هي الارضيه كلها مليانه رز بلبن، والكيكه هي نفسها. بصوا طبقه الكيكه هنا باينه، باينه حلوه. بصوا اللبن اللي نزل منها، نزل منها لبن حلو يعني. ودي كميه الكريمه اللي فوق، وتقريبا فيها فستق. فتحنا بقى كده مكسرات، يلا بينا ورينا فتحنا المكسرات كده نشوفها قد ايه. اما تفضيها بصوا بقى يا جماعه كميه المكسرات. بصوا بصوا زبيب وبندق بس. يلا رشها كلها. بصوا يا جماعه كميه المكسرات، كميه المكسرات كثيره، كثيره ما شاء الله يعني. بصوا يا جماعه هي فيها فستق، وفيها فستق وبندق وزبيب وفيها سوداني، وده اللي هو اللوز. واللوز فيها يلا. كله يلا 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 ندوق. توته شكلها هتبتدي ان هي ايه؟ لا لا سيبيها هي بس تلاقي عندها مغص، معلش الله. هتخف دلوقتي. بسم الله. ايه ده دي كبيره قوي على بقي. يلا يا لبنى، يلا يا لبنى. بسم الله. ده تمثلي. بسم الله. خفاف. تانية احلى. اللوتس عجبتني اكتر. الرز بلبن جامد بس حلو على فكره، جميله بس التانية احلى منهم. بصوا يا جماعه كده خلينا متفقين ان كل اللي هيبقى فيهم رز بلبن معانا من تحت ب 45 جنيه، الساده بس هي اللي ب 40 جنيه. جميله بس انا كتقييمي هديها مؤقتا، لا اديها 9 من 10. حاسه بتعمل رز اللبن اكتر فيها من طعم الكيكه. جامده. اللوتس عجبتني اكتر. لا هي حلوه قوي، حلوه قوي 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 برضو. 10 من 10 يعني؟ لا 8 ونص 9 اخرها. ما انا قلت 9 بس هي حلوه مش وحشه، هي حلوه لكن اللوتس اعلى. اللوتس اعلى منها بكتير. حلو. لا اختراع جامد يا جماعه، الاختراعات الحلوه دي. يلا شوف اللي بعده. ما لبنى بتفتحها اهي، مش عارفه ليه بفتحها والله. اشطوطه بالمانجا. يا لهوي دي بقى تطلع جميله ولا مش هتطلع جميله عشان الميه بتاعت المانجا؟ بصوا احنا هنوريها لهم اهي يا جماعه. اقول لكم بس دي اشطوطه اسمها اشطوطه ايه بالظبط عشان تبقوا عارفين. انا نفسي اكل مانجا من ساعه ما كنت حامل. دي اشطوطه رز بلبن بالمانجا ب 45 جنيه برده. تمام. هي رز بلبن صح؟ تمام. ريحه المانجا كمان عامله مش حلوه. لا لا انا المانجا طالعه بس بالنسبة لي. طلع بس اللي هي عارفه لما تبقي سايبه المانجا مقشراها وسايباها شويه. ما انا بحب اشم فيها كده فبالنسبه لي حلوه. لا مش عارفه بالنسبه لي، لا بالنسبه لي المانجا تبقى ريحتها حلوه وصبحه كده تبقى جميله. بصوا الميه اللي نازله منها. الميه دي نازله من المانجا طبعا، هتؤثر على تقييم الرز بلبن لان هي الله اعلم هي ده هتاثر على ولا ده لبن نازل من الكيكه مش عارفين. هنعرف بس انا شم ريحه المانجا يا جماعه. بس الكيكه محتفظه بقوامها ودنيتها. تمام هندوق. بس انا شم ريحه المانجا اللي هي. انت حامل يا ماما، تقييمك لا يحترم. يا سلام يحترم. يا سلام عليك يا لبنى، يلا ندوق. لا يا جماعه انا قصدي عارفين لما بيبقى فيها عندك منجايه وقاعده بقى لها يومين ثلاثه كده ريحتها تطلع زي. هي الريحه دي لا يا شيخه ريحتها بقى بالهيك كانها رايحه تبوظ، كانها داخله ان هي تبوظ. بحب المانجا البايظه. طب انا هدوق المانجا لوحدها الاول. بسم الله. بقى حلوه. احلى حاجه في الفيديو النهارده ان توتا صوتها معانا في الفيديو. لا مش حلوه المانجا، طعمها ان هي كانت هتبوظ. ما تقوليش حلوه عشان كده منزله برده ميه. طب ما اجيب حته لوحدها من غير اضافات. طب يلا ندوق. بسم الله. انت دوقتي. بسم الله. حلوه. انا بالنسبه لي هديها 9 برضو، ما عجبتش احلام. ما عجبنيش بجد عشان المانجا مش فريش. المانجا زي ما تكون مقطعه بقالها كتير من الصبح. ايوه يا حمام، الراجل هيقف يعني اقطع المانجا؟ ما اكيد متقطعه مش بس طعمها يا جماعه داخل على البوظان، ده داخل على ان هي تبوظ. انا بالنسبه لي طعمها لطيف. انا بالنسبه لي ده 7.5 من 10. انا هديها 9 من 10 زي اختها.
لا انا 7.5 من 10 بالنسبه لي يعني حلو. انا كلها ترطب عليا بصراحه، وانا كان نفسي في المانجا اساسا من ساعه ما كنت حامل كنتش عارفه كلها عشان الاملاح. طيب احنا بنتكلم دلوقتي ان انت نفسك ولا بنتكلم لا هي طعمها حلو ايه؟ انا بقول ان هي حلوه ماشي. انا بالنسبه لي 7.5 من 10 عشان ايه ما نقولش ما نرجعش نقول احلام بتاثر على لبنى ولبنى بتاثر على... يعني بالنسبه لي 7.5 من 10 انا ثابته على رايي. ماشي اللي بعده. اللي بعده اشطوطه فواكه دي موز وفراوله. هي مش فواكه، هي اسمها عندهم في المنيو موز وفراوله. هي زي المانجا بالظبط بس بدل المانجا فراوله وموز اهي، وفيها وحبه فستق كده. حبه فستق. هي المانجا ما فيهاش، فيها كان فيها ما شفتش. اه فيها برضو. اه هو ده البيس بتاعها. يلا نشوفها. ومن تحت الرز بلبن. يلا نشوف. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه المكونات بالظبط، الرز بلبن والكيكه والفواكه فوقها. بصوا بس بصوا حجم الطبق قد ايه، يعني ما شاء الله دي مثلا 45 جنيه حلو حلوه، لان هي حجمها كبير، لان اساسا قطعه الجاتوه في اي حته ب 30 جنيه يا ماشي. اه ب 30 جنيه 20 جنيه و10 رز و10 فاكهه هي ال 45 اولا. ماشي حلوه يا جماعه الصراحه. يلا ندوق. الصراحه حلوه، الصراحه حلو حجمها يعني، والفاكهه كميه الفاكهه عليها كتير، فدي حاجه حلوه يعني. بسم الله بزرع. بس انا عايزه اخد من كل حاجه، اخدت موز وفراوله و يلا بسم الله. هديها 7. انا المانجا اقوى منها بالنسبه لي. دي عجبتك اكتر؟ ما عجبتنيش اكتر. انا كده اللوتس بالنسبه لي هي اجمد واحده دلوقتي، هي التوب. اه لكن انا بصراحه عجبتني. دي عجبتني بس هو طعم الموز برده في حته حاجه كده في الاخر برضو ايه. لا عشان هو متقطع من بقى، هو الموز معروف مش زي المانجا طبعا. لا مش اقوى حاجه بالنسبه لي. سعرها حلو، هي حلوه بس ممكن حد تاني يحبها. انا هديها 7. هديها 8. اللي بعده. اللي بعده اللي بعده واحده عن نفسي شفت اراء ناس كتيره بيشكروا فيها، قالوا ان هي افضل حاجه قالوا ان هي افضل حاجه فيهم كلهم هي اللي بالكراميل. ليه بقى؟ لان هي اساسا كيكه التركيه دي، كيكه الحليب التركيه دي اساسا بتتعمل بالكراميل بالظبط، فيجوز هو الميكس الحلو بيها اهي. مش شرط بقى من فوق، لان رز بلبن والكيكه وكراميل هي باينه. اه مفيش اي اضافه ثانيه. يلا احلى. يلا بسم الله. مش عارفه، حاسه ان الرز بلبن معاهم مش اضافه احلى حاجه، حاسه ان لوحدهم كانوا هيكونوا اشيك. والله يا ربنا جامدة بعد اللوتس صح؟ انت ممكن تكون بتقولي كده عشان احنا بنحب اللوتس، في ناس ما بتحبش اللوتس او مش مفضلاتها. ده شخصي. اه يعني احنا مش في ناس مش هي جامدة، هي اجمد من المانجا والفراولة. حلوة قوي بعد هي اللوتس. هي بعد اللوتس بالنسبة لنا. ده للناس، ده للناس اللي بتحب اللوتس زينا كده هيبقوا حابين اللوتس احلى. يعني الناس اللي ما بتحبش اللوتس هيبقى بالنسبة لهم الكراميل اللي اكتر. انا بالنسبة لي مثلا لو هجيب في البيت علي ما بيحبش اللوتس، فهتطلع بقى بالنسبة له مش حلوة. فانا بتقييم تقييماتنا تقييمات شخصيه حلوه. تاخد 9 من 9.5. 9.5 حلوه قوي 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 قوي، طعمها حلو بجد. لحد دلوقتي متفوق معانا اللوتس. في حاجه عاملين احلى حاجه ايه يا جماعه؟ ان هي تحليه خفيفه. تحسوا ان هي صيفي كده. تحليه خفيفه كده بتحلي، وفي نفس الوقت انت ما تكبسيش بقى على قلبك ونفسك وكده، ومش مسكره قوي بقى تحسي ان هي هتقتلك. لا حلوه. اخر حاجه معانا هي ايه بقى اللي من غير؟ هي بلوتس بس. بلوتس بس سايله. برافو عليكي. طب انا هعمل برافو عليكي. سبحان الله جات لنا، هنعمل ايه؟ والله يا جماعه انا لا، هي اللي كانت موجوده بس الساده هي. انا قصدي ان جالنا بلوتس تاني ندوق. ندوق. بصوا يا جماعه، هو اللي كان موجود في الفرع هو اللوتس دي الساده، بس طبعا لو كان عملوه من غير رز بلبن هيفرق. هنشوف بقى دلوقتي هتبقى احلى. هيفرق كتير طبعا، لان احنا بندوق الكيكه بس من غير اي اضافات تانية. ايوه كلام علمي. طبعا ايوه صح صح، ده كلام يدرس من الفود بلوجر. صح صح. لا يلا يا جماعه، انت مالك بتقربيها مني ليه كده؟ بقربها منك عشان تاكلي. انت دلوقتي ام بترضع ومحتاجه حاجات حلوه. اتفضلي دوق. يلا بسم الله. فن مزيكا. بس انا بقى حبيت اللي برز بلبن. شوية لبن كده لما بينزلوا من الكيكة حلوة قوي، بيطروا البق. وبعدين يا جماعة احنا من نفس اللي انا واحلام اللي نحب الاكل سواء حلو او حادق يتزحلق في البق، يبقى جوسي يتبلع على طول، مفيش فرصة للمضغ. جامدة بس التانية احلى.
لا 10 من 10 ايه جامده. انا كده بالنسبه لي يا جماعه اللوتس بالنسبه لي لو مقارنه اصبروا اجيب لكم الثانيه. لو مقارنه هنقول بالظبط كل واحده ما ينفعش تاخد دي ب 40 يا جماعه ودي 45. انا لو بالنسبه لي هشتري انا هشتري طبعا الرز بلبن اكيد لان طعمها احلى. فدي مش طعمها احلى هي كده كده هي هي بس اضافه الرز بلبن مديها طعم ثاني مديها اضافه في غنى في كده في الطعم. بس طعم الكيكه لوحدها هنا باين اكتر. ايوه صح. اه ماشي عادي احنا ممكن ندوق تاني ونحكم. انا مش قادره ادوق تاني. دوق انت واحكمي بجد يا جماعه طعمها جامد ارشحها لكم بشده ونكبر اللغ دي سوا. اه ان شاء الله من بعد بكره هعمل دايت ان شاء الله. لا لا هعمل دايت والله يا جماعه ما تخنت قوي. مش هقول لكم كام غير لما اخس اعمل زي العيال اللي هم بيتخنوا. انت يا انا صاحب عليك سلام ما سالتكيش عن وزنك. ماشي هو انت سايبه لي فرصه؟ انت شفتي وشي امبارح في اللايف قعدتي تقولي ايه الخضوض دي ماما ماما. انا لسه والده ولسه والده مش هسترجع صحتي غير بعد 3 سنين. يا جماعه احنا بنطلع لايف انا ولبنى على قناه ادهم والبنات وروحوا واشتركوا فيها عشان بنطلع حبه لايفات هناك انا ولبنى ضحك السنين. يلا عشان بنطلع نتكلم عن اللغد. انا ندمانه جدا يا جماعه اني ولدت. ليه يا لبنى؟ عشان ما كنتش بحس بالذنب وانا باكل ما كنتش قادره اكل اكتر كميه. وانت دلوقتي عندك برضه سبب يخليكي تاكلي. لا بس برضك لا 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 المفروض اتغذى تغذيه سليمه عشان الجنايه. ده انا كل على فكره يا جماعه كل ما اكل حاجه اقعد احس بالذنب ان هي بطنها توجعها دلوقتي. ايوه صح. طب ما اه جدع يا لبنى ام صالحه. انت ام صالحه. الله يسترك. لا انا ام لبنى. بس يا جماعه يا رب الفيديو يكون عجبكم. الفيديو ده خفيف النهارده خفيف عشان الحاجات اللي جبناها خفيفه. عارفين لو بقى حاجات تقيله هتكون تقيل طبعا. بكره هنجيب لكم لحمه راس. لا حلوه صح والله ده خفيف. يلا يا جماعه هنمشي. لا يا جماعه انا قصدي ان احنا جايين لكم النهارده فيديو خفيف بعد انقطاع كبير عن الفيديوهات. فاحنا جايين النهارده فيديو خفيف على حافه الاعتزال. فان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه تبقى افكارها احلى وحاجات احسن بكتير وهنشارككم حاجات كتير من اللي احنا بنعملها. حاجات حادقه ان شاء الله بقى عشان كده ايه عرفت خمسه. بس يا جماعه هسيب لكم لينك القناه تحت احلام في اول كومنت تخشوا تشتركوا في قناتها بتعمل حبه حاجات ايه بقى جامدين. هسيب لكم القناه تحت تخشوا احلام اللي هتسيب لكم بقى. مش هسيب لكم لينك القناه تحت في اول كومنت تخشوا تشتركوا. يا جماعه لينك قناتي ولينك قناه ادهم والبنات عشان تروحوا تشوفوا اللايفات اللي انا ولبنى فيها وقناتي هسيبها برده في اول كومنت عشان عايزين نكبرها ونوصلها ل 200,000 عشان عايزين نعمل حفله. نتمنى الفيديو يعجبكم. نتمنى لايف. نتمنى الفيديو يعجبكم. تنسوا اللايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشتركوا كل دي. باي باي.